بالزينة والأناشيد الدينية المرحبة برمضان والصادحة في أسواق المدينة وحواريها، تستعد عدن لاستقبال الشهر الفضيل. أجواء روحانية استثنائية تكسو المدينة المتعبة التي تحاول تجاوز الصعاب والحروب متعددة الوجوه التي تشن عليها من قوى الشر والعدوان. وبإصرار أهلها على الحياة، تصنع عدن حالة فرح وعبادة وتقرب إلى الله طيلة أيام شهر رمضان المبارك. في أحياء المدينة الوادعة، اعتاد الجنوبيون في عدن أن يجعلوا من شهر رمضان شهرا مختلفا عن باقي أشهر العام، حيث تكسو منازلها وحواريها أضواء ملونة وأشكال مختلفة من الزينة تعبيرا عن الابتهاج بقدوم الشهر الفضيل. في رمضان اعتاد الناس في عدن وعموم محافظات الجنوب أن يكونوا أكثر حرصا على تعزيز وشائج الأخوة والتقارب فيما بينهم وعلى التواصل والتقارب ومد أيدي العون لبعضهم، كما اعتادوا أن يجعلوا من رمضان شهرا عامرا بالمحبة والتسامح، إذ تشهد علاقات الناس ببعضها حالة من التود والتراحم تترجمها الأسر العدنية بتبادل المأكولات وموائد الإفطار فيما بينها. أسواق المدينة، وبرغم ما يتعرض له أهلها من حرب اقتصادية وإفقار متعمد، فإنها تزدحم بالمتسوقين وتدب الحياة في أسواقها العتيقة، خاصة بعد أداء صلاة التراويح، ويستمر زحامها حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم التالي. يعد فانوس رمضان رمزا من رموز وعلامات الاحتفاء بهذا الشهر المبارك، فهو جزء من تراث المدينة الذي توارثته الناس من الأجداد دون انقطاع، ولذلك يحضر كثيرا في الأسواق وعلى أبواب المنازل وشرفاتها، ويحمله الأطفال وهم يجوبون حوالي المدينة ترحيبا وتوديعا للشهر الفضيل. المأكولات الشهية تتعدد وتتنوع على المائدة العدنية في رمضان، ولا تكتمل الفرحة والسعادة بين الناس إلا بتبادل موائد إفطارهم مع جيرانهم، وهي عادة أصيلة عرف بها الناس في عدن وعموم محافظات الجنوب. صقور الجنوب.